مرحبا. أهلين سوهاني. شو بدي أنا بدي إياك تقلي؟ شو هو رأيك بماهي هالفترة؟ سوهاني بصراحة أنا ما بعرف كيف رح جاوبك على هذا السؤال. لازم تتذكر شاب، ماهي لساتها لهلأ حطك الأمل فيك، يعني هي ما عادت تعرف إذا أنت كنت بتحبها ولا لا. علاقة الزوج والزوجة اللي بيناتكم لسه ما انتهت وما لازم تنتهي. إذا كنت معصب منها ومجروح فلأمتى رح تبقى على هالحالة؟ وإذا كنت ناوي تنهي علاقتك معها فليش ما عم بتقلها بشكل صريح؟ على القليلة هيك بتريحها وبترتاح شوي. شو رح يصير إذا عملت ماهي شي شغلة مو منيحة بسبب سوء تفاهم بسيط؟ جاوبني. خلصنا سوهاني، ماهي ما رح تعمل أي شي. أنا شفت ماهي بعيني يا شبد، المسكينة هلأ عم بتحاول تغير حالها كرمالك أنت. عم بتغير طريقة لبسها وتحضر الأكل يلي بتحبه لحتى تثبت لك إنها بتحبك. أنا شفت كل هالشغلات بعيوني. ماهي هلأ جاهزة لحتى تغير حالها كرمال ترجع أنت تحبها مثل قبل. بس لا تنسى شغلة مهمة، لا طريقة التفكير عند ماهي ولا حتى ثقافتها رح تتغير بهالظروف هاي. بدك تاخد القرار بنفسك شابد، حابب إنك تعيش حياة روتينية وزواج مزيف بكل شي، ولا بدك تعيش حياة سعيدة عن جد مع وحدة بتحبها من قلبك؟ سوهاني، تعرفي إني كل ما كنت أضطر أخذ قرار مهم بحياتي أنت بتكوني واقفة معي؟ أنت رفيقتي عن جد وغالي علي كتير، وأنا بعتمد عليكي. لا تشغلي بالك بنوب، ما رح يضل أي سوء تفاهم بيني وبين ماهي نهائيا. رح أحكي مع ماهي فورا. أنت خليك مع ماهي طول الوقت وأنا وقتها رح فرق بيناتكم. المسكينة هلأ عم بتحاول تغير حالك كرمالك أنت. عم بتغير طريقة لبسها وتحضر الأكل يلي بتحبه لحتى تثبت لك إنها بتحبك. أنا شفت كل هاي الشغلات بعيوني. شاب